نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. إبراهيمي كوتش مجال التغذية الصحية ومرافقة في إطار تكوين في المطبخ الصحي لا بغينا نقولوا هذا الشيء شي حاجة جديدة اللي مازال ما كايناش ماشي متداولة في المغرب. جات بطلب من الناس اللي كنتابع معهم وكان كيقول لك ما كرهناش عطينا أفكار ممكن ما كرهناش عطينا بعض الوصفات إلى آخره. فجات الفكره ديال هاد لا فورماسيون هاد لو ستاج اللي غادي يكون على 3 الايام. النهار الاول غادي نخصصوه لوجبات الافطار كيفاش يمكننا نفطروا صحي ونبدلوا العادات ديالنا. اليوم الثاني ديال الغداء دونك وجبه الغذاء كامله بالمقبلات بالاطباق الرئيسيه. وفي النهار الثالث والاخير فيه العشاوات وفيه واحد العصائر ديال لا ديتوكس خاصين هاد العصائر. وبطبيعه الحال خلال هاد الايام كلها بثلاثه حنا كنهضروا على شنو كيوقع في الذات كنشرحوا باش الانسان ملي كيتبع هاد الحمية هادي ولا هاد النمط الغذائي لانه ماشي حمية كيكون على وعي. والحاجة إلا دارها الإنسان هو عارف وواعي كتخلق فرق كبير. مرحبا بكم. انتم حاضرين معايا وهذا الشيء كيبين بانكم زعما عندكم الرغبه في التغيير ديال التغذيه ديالكم وتاخذوا خبره اكثر. والتكوين اللي غادي تاخذوه اليوم من عندي كيف انا خديته من قبل من عند ناس وحدين اخرين انتم هما اللي غادي توصلوه لوليداتكم الاهل ديالكم المحيط ديالكم القريب. وسعيده باش نشارك معكم هاد التكوين اللي غادي يكون فيه 3 ديال النهارات واللي غادي نديروه في واحد الاطار ديال واحد التغذيه صارمه مادام نتوما كنتو متبعين معايا وبدينا في هاد الاطار اللي فيه لا ديتوكس اللي فيه واحد التغيير جذري ديال التغذيه. بغيت نستمر معكم هاد 3 ايام في هاد الشيء باش نعطيكم اكبر عدد ممكن من المعلومات من الافكار نتبادلوها وندوقوا الجميع الى غايه ان توصلوا للصحه ديالكم كيف بغيتوا كيف كتمنى. pour qu'elles puissent se mettre comme ça les unes collées aux autres donc c'est ça demande un petit peu de patience il faut une petite semaine de et puis après quand les herbes commencent à monter on a le pulvérisateur. Et tous les matins et toutes les fins d'après-midi, on va rafraîchir. Et puis ça permet d'absorber l'eau et ça permet aussi aux feuilles de rester fraîches et de pousser gentiment. Donc ça demande un petit peu de temps par rapport les autres graines germées qu'on va consommer demain par exemple dans le repas du déjeuner. Là, d'abord, hada ghadi nqta'o ghadi aoud تصرشي ويعاود يطلع اون دوزيام فوا ملي كيبدا يطلع لك صفر عارفيه صافي بدليه ديري واحد اخر يعني هذا ما غاديش يتلاح غادي مازال سي كالكو شوز كون بو روفير روبوسي 2-3 فوا. دابا غادي ندوزو للون الاحمر.
الاحمر من بعد اللون الليموني اللون الاحمر هو كي كيهم القلب مباشره الشرايين والتنظيف ديال المسار الدلاح كنخليوه بالعظم ديالو احنا في الثقافه ديالنا العظم ديال الدلاح راه كنلبسوه وكنديروه في الزميطه لانه فيه مواد ديال التغذيه مفيده جدا دونك غادي نخلطوه مع الباربه دائما شي شويه ديال الحامض بغلا في البسي وشي شويه ديال الحرور وشويه ديال الحبق فوالا دونك يمكننا نبدعوا في هاد العصائر ماشي ضروري يكون دائما العصير بحال اللي كنشربوا في المحلابه وانما العصير اللي فيه ابداع وفيه اذواق مختلفه وباش ما نقلطوش الباربا بطبيعة الحال الباربا والدلاح كيمشيو مع بعضياتهم وصلنا Voilà toujours le petit morceau de citron, de rigueur. Il a je comme une zide, elle ma bridge de la quantité où il prêche. C'est tout ce qui est orange ou une flèche. Pardon. C'est ça. خدين جويلي وحيدة لي دابا احنا كنديروا الحليب ديال اللوز طبعا الحلق سنار تغسل وتعاود وعاد درتو يفزك بزوط لما بقى قالوا فين هو الغراس كان خصني نبدا نطحن قبل ما يتحيلا فوالا ولكن مع الزهر خصو يكون حلو زيد فيه شي حلوش دابا زيدوا له عسيله اه ما جاتش كبيره على الفم دابا في لي بوم سي سكو جي تروفي ا شاك فوا Alors moi pour la sécurité je préfère enlever la peau et laisser les pépins parce que les pépins intéressants. Quand je fais une manette, je fais comme qu'il y a une fenêtre. Il doit y être. Je dois arriver de terre pour qu'il y ait assez. Il faut rester dans les couleurs. Quand on est dans le rouge, on reste. Je vais vous dire le barba ou le khiyar. Je vais vous dire le barba. Là, t'as mis juste un navet. Je crois que c'est un navet. La seule navet. On met aussi des fois.